ازيك يا انكل؟ صباح الخير يا حبيبي. مالك يا انكل؟ ابدا. انا عملت حاجه زعلتك؟ انت؟ بالعكس حبيبي، بالعكس. انت رجعتلي السعاده اللي اتحرمت منها سنين طويله. ومن ايه اللي مزعلك؟ اصلي مضطر اسافر بكره، مع اني ما كنتش عايز اسيبك ابدا. هتسافر؟ اصبع عني، عشان الشغل. يعني مش هشوفك تاني؟ كل ما اجي اسكندريه هبقى اسال عليك. اصلك هتوحشني. انت اللي هتوحشني. يلا يا استاذ عشان تتعشى. ماليش نفس. واذا قلت لك عشان خاطري برضه ماليش نفس. روح انت المسرح وانا اكله. اروح ازاي بس؟ ده الواد بقى خس يجي نص كيلو. اود وشي من امه فين؟ خلاص اما تيجي ماما ياسمينه هقولها ان مجدي مش عايز اسمع كلام. ايوه هقول لها. على فكره ما تتاخرش عشان اروح انا ماما على المحطه. اسمع، بكره انا مش فاضي، حضرتك هتستنى ماما هنا في البيت. والله انت مش جدع. مش جدع. يا اخي انا مش قادر افهم بس انت زعلت ليه؟ دي مره واحده بس هتستناها في البيت. انا زعلان من حاجه تانيه. حاجه تانيه زي ايه؟ ارجوك سيبني لانك مش هتفهمني. يا سيدي هفهمك، والله هفهمك، بس قول. صاحبي اللي بيحبني وبحبه ابني مسافر. نعم يا اخويا، دي غنوه دي؟ مش قلت لك مش هتفهمني؟ انت هنا يا حبيبي؟ انا جايز اشوفك قبل ما تسافر واديك الوردة دي عشان تفكرني. حبيبي انا عمري ما هنساك. ولا انا. على العموم بقى النهارده الخميس وزمان مامتك جايه من السفر زي ما انت قلت لي، وانا متاكد انك هتهيص معاها يا عم وتنساني. دي اول مره ماما توصل فيها من غير ما اكون مستنياها على المحطه. ليه؟ عشان انقلبت مش فاضي يجي معايا. يا حبيبي و القطر هيوصل الساعه كام؟ الساعه 11. انت عارف المحطه؟ ايوه. تحب اوصلك؟ اجي معاك. مين؟ أنا مش مصدق عينيا.
أنا ظلمتك وظلمت روحي. اللي يحب دايما يسامح.